أخي العزيز أختي العزيزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل الجرس واضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله. دي تمثل الستيم شيست. اهي دي الستيم ايه؟ شيست. في كام في التكوين بتاع الستيم شيست كام فتحه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. كل فتحة مين سددها؟ الصمام أهو، أو المثلث ده أهو سددها أهو. حلو كده. طب الفتحة لو الصمام فتح، آخد البخار اللي جوه الخزنة يعدي في البايب ده أهو، ويروح فين؟ على الجزء ده من النزل. طب لو الصمام ده فتح يعدي البخار فين؟ على النص، على الربع ده. طب لو الصمام ده فتح يعدي على الربع ده. طب لو الصمام ده يعدي على الربع ده. ادي النوزل كلها على بعضها دي متقسمه كام سيكشن بعدد الصمامات. تمام. لا 12 الربع اللي فوق. اه. انا كده واضح الربع واحد. كان عايز اوضح على الاربع اللي فوق دي اللي على الريش. لا انا بعمل تسخين في الاول. الاول اسخن يعني افتحهم كلهم واسخن، عشان يبقى الحرارة متوزعة متجانسة الأول على الكل. لما أجي بقى أتحكم في اللود خلاص، أنا خلاص ما أخافش بقى من الحتة دي. أنا خلاص عملت هيتنج أب في الأول. أنا بقعد الأول أسخن في التربينة حوالي تقريبا أربع ساعات. أدخل بخار بقى من كل دول فاتحين. كل يبقى فاتح على الآخر يعني. عشان البخار بقى يسخن هنا وهنا 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 بشكل متجانس. أقعد أربع ساعات على كده، وأصبح الحديد ده كله إيه؟ سخن. واخد نفس درجة الحرارة إيه؟ بخار. يبقى انت خايف من ايه بقى؟ اما لو لو انت فعلا بتدخن من ناحيه واحده مش مسخن جسم التربينه كويس في عامل هيتنج فانت بتعرف فعلا السيرم ستريس في حته اللي هو اللي لا اصل مين بيتحرك؟ النوزل هي اللي بتحرك ولا الموفنج هي اللي بتحرك العكو؟ طيب ما خلاص ما هو البخار اللي هيخرج بقى من النوزل الربع ده هينتشر على الريشه كلها. انا قصدي لو خرجت من الاربعه يبقى التوزيع لا توزيع من الاربعه معناه الكميه زادت على السطح بس. لكن هو الربع بس اللي شغال. الطور اللي جوه البخار عليه كله من الربع. هو
الربع ده هيعدي في البخار على الطوق كله عشان ده اللي هيتحرك. انت قلقان من ايه بقى؟ بتتكلم على جزء النودل ولا بتتكلم على الريشه المتحركه جوه؟ طب ما انا حتى لو صمام واحد فاتح البخار هيعدي من ربع النودل كجزء ثابت، بس لما يطلع من الربع ده يروح ايه بقى على الريشه؟ هيبقى ربع ريشة؟ هيقبض في ربع ريشة؟ لا هيقبض على الريشة كلها. ليه؟ أصل أنت دلوقتي أنت تيرنينج فورس. تيرنينج فورس. يعني معناها إن أنت يعني كل كمية بخار هتخش هتعمل لك حركة أو هتعمل لك تيرنينج فورس يعني. خلاص وهي أصلا متوزعة على السطح كله. منتشرة على السطح كله. تخاف من إيه يعني؟ عشان متخيلها برضه. أصل دي مجرد ما يعدي من هنا هيلاقي الريشة على طول. مش مسافة. يعني قلنا عاشق ومعشوق كده. المعادن دي يلاقي دي على طول. مفيش فراغ هيتشد فيه البخار. فاللي طالع هيقوم منتشر على السطح مش قدامه حاجة تانية. هيهرب منين؟ هو ده سؤالي يعني دلوقتي أنا دلوقتي عامل زي أكون مثلا أنا عديت واحد من الباب ده وحطيت أنا كده أربعة واقفين هنا كده. هيروح فين؟ خلاص هو مفيش قدامه غير الأربعة واقفين. أو أنا عملت بارتيشن كده هنا. وفتحت الباب ده كده. خلاص ما هو برضه محكوم انت حاكمه اصلا يعني انت بقى ناخد النزل هلاقي ريشه متحركه على طول عليها على الشط. خلاص ما هو الشط لازم ينتشر عليها. ايه اللي يخليه ما ينتشرش بشكل منتظم؟ حاجه واحده بس طبعا دي بتلف اكيد طبعا في خلوص فوق دي بتلف الشيء طبيعي هيبقى فيه خلوص ولا ايه؟ ولا دي واصله للاخر هيبقى فيه خلوص. هي دي ممكن الخلوص ده اللي يخلي البخار يندفع منه فوق يعني يسيب بقى ريشه ويطلع ايه؟ فوق يهرب. يعني ده قافله بقى في الحته اللي قال عليها شويه كلمه لابرس. عامل لابرس والتربينه عشان اقفل وما اديش فرصه للبخار. لابرس معناها بعمل عرقله يعني. يعني ده بنلف كده عن طريق حاجه اسمها اسلحه كده على شكل يعني مثلثات كده يعني. كده ادي مثلا السطح فوق مثلا وعامل بقى مثلثات كده. والريشه. وبالتالي شاء طبعا البخار لما يلاقي معوج لازم ينزل ويطلع وينزل خلاص انت صعبت له المشوار فشيء طبيعي خلاص هيخليه على الريش على التشال ايه؟ الاسهل. البخار عايز الطريق ايه؟ الاسهل مش طريق صعب. طبعا هنا في عرقله قدامه عشان يهرب لا كله هيبقى فين؟ والقليل بس اللي عمال يعافي بس خلاص يعني انت قللت كميه البخار ممكن تهرب قللتها الى اقل حد ممكن وده شيء طبيعي يعني في كده طبعا في خلوص يعني ما فيش حل غير كده قدامه مش تقدر تمسكهم تلحمها في بعضها مش هتحرك لازم في خلوص لازم بس اقفل الخلوص وخلاص يعني اصعب مسار البخار في الخلوص ده فيلاقي طبعا كده معظمه يبقى فين على الريشه وما يهربش من فوق فادي اهو ده التوزيع اهو بهذا الشكل عشان كده بقى لما اجي اطلب بقى ده اجي اقول لك مثلا دلوقتي انا عايز 25% لود خلاص يبقى صمام واحد يفتح صح؟ طب عايز 50% اثنين عايز 75% ثلاثة عايز 100% ولا أربعة ولو أنا عامل بقى ست صمامات كل واحد شايل الفلو قد إيه؟ سدس ولو أنا عامل ثمانية كل واحد شايل الدم شوف يعني أنت يعني كل ما بتزود عدد الصمامات بتسهل على نفسك موضوع الكنترول في الأحمال القليلة أوي اللي ممكن توصل لثمن لود يعني بس عايز تحمل 20 ميجا خلاص صمام يفتح عشان يديك بخار يحرك التربينه ويدي فعلا ال 20 ميجا انت عامل 8 صمامات وهكذا يبقى كل فعلا بهذا الشكل انا كده تجنبت حته الثروتلينج بروسس بقى يورينج لو لود اوبريشن بقى خلاص كده مفيش مشاكل لان الصمام خد الثروت بتاعه كامل وفتح القفل اهو مفيش ثروتلينج اهو واحد يقول لي ما هي الفتحه نفسها ثروتلينج اقول له لا مفيش ثروتلينج طالما الفتحه صغيره لان ده فلو بقى نعمل ماسورة صغيرة تقول لي فيها ثروتلينج نعمل ماسورة كبيرة تقول لي ما فيهاش ثروتلينج لا لما اتكلم على الفلو يبقى الصغير بيعدي فلو قليل الكبير يعدي اكتر الكبير يعدي اكتر ما لناش دعوة بالثروتلينج في حد يجيب سيرة الثروتلينج هنا لان القطر بتاع الماسورة بيحكم الفلو بتاعها الفلو بتاعها يعني يعدي قد ايه كمية فلو الماسورة صغيرة ماسوره كبيره ماسوره اكبر مالكش دعوه بالضغط لو عندي ضغط هوزع على 10 مواسير واحده صغيره واحده اكبر واحده اكبر واحده اكبر
والماسوره فيها ضغط مثلا 10 بار، رحت واخد من الماسوره اللي هي 10 بار دي 10 مواسير باكتر مختلفه، الضغط في ال 10 مواسير 10 بار ما بيتخنقش 10 بار. امال ايه اللي حصل؟ الماسوره دي معديه شويه ميه قد كده، اللي جنبها معديه ميه اكتر، اللي جايه معديه ميه اكتر، اللي جنبها معديه ميه اكتر، والضغوط بتاعت ايه؟ متساويه. دي حته مهمه عشان الناس بتضغط. يبقى اصبح قطر الماسوره يحدد الفلو بتاع الماسوره، الفلو وليس الضغط. خد معايا الحته دي؟ عشان تعالى نرسم تاني. دي تمثل الستيم شيست اهي. أخي العزيز أختي العزيزة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل الجرس واضغط على سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات الجديدة إن شاء الله.